والعفو والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. صحيح. المجتمع المسلم نريد كيانا له كيان يحافظ بعضنا على بعض ونسدد ونستر، إن رأى عورة سترنا ونصحنا، لكن أن نفضح ونشهر. طب ماذا نقول في بعض المجالس التي تفتح فيها سيرة أعراض الآخرين؟ إما أن أنهى يا قوم هذا حرام، إن لم يرعوا أغادر المجلس. وإذا كان فيه كبار من القوم يا ابن الحلال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. يعني هناك إحراج يا مولانا، نسيب المجلس وفيه كبار الناس لو جاء لهذا الجالس نزيف من أنفه رعاف، نعم، يعمل إيه؟ ينصرف. طيب لو جاء استطلاق بطنه، بطنه مش قادر ومش عايز يؤذي الآخرين، يعمل إيه؟ ينصرف. جاء استطلاق ذنوب، يعمل إيه؟ يهرول. طيب يا خلينا نفعل عليه. نحن نخرج عطورة الكمينة في الهماز واللماز، والعياذ بالله رب العالمين. اتفضل. ثم الطاعنون في السلف، بمعنى يقول لك يا عمي ابو بكر من يا عم ده كان لا عنده لا تلفزيون ولا دش، وكان عايش كده جنب الرسول وخلاص. يا عم ابو بكر ده هذا يا اخي هذا اساءة ادب. ابو بكر كان موجود في مجتمع قريش، كان فيه البيوت اصحاب الرايات الحمر، يعني زي ما في اوروبا اليوم بيوت معروفه ان دي بيوت ارتكاب الفواحش. كان موجودة عائشة تقص، بيوت أصحاب الرايات الحمر موجودة، القينات والمعازف موجودة، صحيح، الخمر موجودة، الربا موجود. كان تدر أموال الربا على العباس كل يوم 40,000 دينار يوميا. العباس من؟ العباس بن عبد المطلب. 40,000 يوميا؟ يوميا كل يوم. الله أكبر. يبقى ثروته كانت كام؟ وذلك في خطبة الوداع، في حجة الوداع، قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن رب أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. أي واحد له مبلغ زيادة عن القرض بتاع العباس ولا لاغي ولا العباس عم يقدر يطلبه بشيء. يا سلام. ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول دم ربيعة بن الحارث.